تحت رعاية وزير الثقافة نبيه شقم أقيم عرض أزياء تراثية شعبية احتفالا باختيار مدينة عمان عاصمة للثقافة الإسلامية. المزيد في هذا التقرير. احتفالا باختيار مدينة عمان عاصمة للثقافة الإسلامية، أقامت اللجنة الثقافية للنادي الوطني الرياضي عرض الأزياء التراثية للشعب الأرمني تحت رعاية وزير الثقافة الأكرم نبيه شقم. ضمن الاتفاق الثقافي بين جمهورية أرمينيا وبلدنا المملكة الأردنية الهاشمية، ارتأت النادي الوطني الرياضي بعمان دعوة فرقة ديريان من أرمينيا لعرض الملابس التراثية الأرمنية لإطلاع أخواننا أو أهلنا في الأردن على الملابس التراثية الأرمنية. هذا المعرض عشان نورجي الشعب الأردني وكل الشعوب اللي عايشة بالأردن عن ثقافتنا، لبسنا التقليدي، الميوزك تبعنا، وكيف إحنا كنا بأيام زمان، كيف إحنا كنا نلبس، كيف كنا نعيش، وهذا كله يعني. حيث تم اختيار مجموعة من الأزياء الشعبية الأرمنية للنساء والرجال على أساس نماذج الملابس التقليدية المنتشرة في مجتمعات المقاطعات الشرقية والغربية من أرمينيا مثل فاسبوراكان، كارين، ساسون، أرتساخ، كيليكيا، سيباستيا، كارس، يريفان وغيرها.